أن تكون مثلياً وأسمر البشرة وفي مجتمع متدين هو بمثابة حكم بالموت البطيء. عندما كنت طفلاً تعرضت للتنمر لأني أشبه بالإناث. لطالما شعرت بالضعف وبأن لا صوت لي، ثم ساءت الأمور. كان علي أن أعترف لعائلتي بحقيقتي. طردوني من منزلي. كانت الحكومة تضطهد مجتمع الميم. أصبحت حياتي في خطر. كان من الممكن أن أخاطر بحياتي في رحلة محفوفة بالمخاطر، لكنني كنت محظوظاً لحصولي على تأشيرة لمغادرة بلدي، وتلك كانت بوابة للأمان. أردت أن أستغل حريتي المكتشفة حديثاً لمساعدة الآخرين. درست القانون وركزت على أفراد مجتمع الميم المحرومين. ورغم أني لا أزال أشعر بالغربة، فإنني أعلم أنني محظوظ، وآمل أن تسهم مساعدتي للآخرين في بلسمة جراح الماضي.